الانقلاب ده ممكن نقابله ازاي؟ البلد دي هتضيع ازاي؟ ما تحطش الخمسه قصاد الثمانين لانه انا مش بحطهم ضد على فكره، ما الخمسه بيمثلونا كلنا. انا بس عايز اقول لك احنا ما حدش اختلف على انه الناس دول انا هنا اختلفنا فاهم على فكره. انا ما قلتش من اول رئيس الجمهوريه لغايه اصغر بس واحد، بس علشان ما تلبسنيش بس في حيطه. لا انا مش بلبسك. لا ما احنا ماشيين على حبل كلنا. كل واحد ماشي على بنتكلم على الاجراء، ماشي على خيط بالظبط. ما بنتكلمش على انت بتتكلم مواجهه مطالب سياسيه في مواجهه مطالب حياه. انا ما بقولش ان في قوات بنقول التكافؤ فيها قد ايه. طب بص يا خيري، يعني يمكن عايزين نقول حاجه، كيف نحدث التوازن بين الامرين؟ ايوه هو ده المطلوب. نحن نبحث عن صفحه. يعني شوف 25 يناير، شباب 25 يناير الذي انطلق من تلقاء نفسه، ما حدش له فض فينا عليه، ولا الوفد ولا الناصري ولا الاخوان ولا اي حد، دول انطلقوا من تلقاء نفسهم عايزين يشوفوا مصر بشكل جديد، يعيشوا حياه ديمقراطيه حقيقيه. دول اللي دول فعلا بيمثلونا، وزي ما الاستاذ سامح قال، من اول رئيس الجمهوريه اعترف بمطالبهم الى اقل مواطن مصري سعيد بهذا. دول غيروا شكل مصر، شكل مصر بقى شكل تاني، بقى شكلها حلو طبعا، بقى شكلها حاجه يعني بلد شكلها مختلف تماما. ازاي نوازن بين الحاجتين؟ وده يمكن اللي جعلنا نقبل بالحوار، سواء الوفد او التجمع او الناصري او بعض الشخصيات العامه اللي ستتحاور غدا، او ممثلوا الحركات الشبابيه اللي هيتحاوروا معنا برئيس الجمهوريه ورئيس او الاخوان اذا غيروا او الاخوان. ويجب للاخوان، يعني انا ارى ان هذه فرصه للمصالحه السياسيه العامه. نعم، ولصالح الوطن، ولصالح الوطن، ولصالح الاخوان، ولصالح التيارات الاخرى، ان يندمج الاخوان ويدخلوا في حوار ويطلبوا يعرضوا رؤيتهم ايه. نعم. احنا النهارده مش في معركة داخلية أو حرب أهلية بالظبط، مش مين ينتصر، مين ينتصر، مش مين ينتصر. احنا عايزين النهاردة نخرج من الوطن من أزمة تحرق الجميع. فهناك اتفاق ازاي نصل إلى مسألة، وده اللي خلق جعلنا نقبل بالحوار، واحنا رايحين كلنا بكرة هنتحاور وهنطرح رؤيتنا حول كل. هتتحاور مع مين بكرة دكتور سيد؟ هنتحاور مع نائب رئيس الجمهورية ومع رئيس مجلس الوزراء، الوفد والتجمع والناصري. هل بتتحاوروا مجموعات؟ انا اللي فهمته انه بتتحاوروا. لا، فرادة. ليه ما طلبتوش؟ والحقيقة هقول حاجة. انا هقول حاجة عشان برضو تبقى واضحة امام الجميع. احنا هنعلن رأينا بكل صراحة وشفافية، وهنخرج نقول ما قلناه، وهنعلن ما قلناه وما دار في الاجتماع. نعم. الناصري كذلك، التجمع كذلك، مجموعة من الشخصيات العامة رايحة بكرة، مجموعة من ممثلي الحركات الشبابية رايحين برضو هيجتمعوا بكرة. يوم الحد في اجتماع عام، احنا لو وصلنا الى توافق عام حول مطالب التغيير، بقى مطالب التغيير الشامل، لو وصلنا الى توافق عام فيها يوم الحد، المسألة قربت الستين يوم، المسألة قربت. لكن عقب ان يقوم مجلس الشعب بدوره في اقرار التعديلات الدستوريه، ومساله انه مجلس مزور، مجلس ادب التزوير، مجلس هو سبب هذا الانفجار. نعم. من ادار الانتخابات الماضيه سبب هذه الثوره، واحنا بنشكره الحقيقة. ولكن نستغله كوسيله بنشكره بعد يعني تعديله. بعد تعديله. نعم. نخرج، وبعد ما نخرج في خلال 75 يوم بالظبط يتم حل مجلس الشعب والشورى فورا. تتكلموا باسم فورا. مين اذا سمحتوا لي؟ انا بتكلم باسم، هقول لحضرتك برضه، انا دي نقطه لازم. طب خلينا اكمل السؤال. لان السؤال هيوصلنا لحاجه. وصلتوا الى ما يرضيكم، قبلوا طلباتكم السيد نائب رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء اللي قاعدين بقى هو اللي عمل، وانتوا قلتوا ان هذا ما يرضينا وتحقق. اقول لك السيد البلدعي، الدكتور البلدعي، الاخوان ما اعرفش دخل او ما دخلش، الشباب اللي كلكم قلتوا، او الشباب قالوا لا احنا مش موافقين. استاذ خير بيه، اذا فانتوا بتعملوا حاجه. استاذ خير، لا احنا مش رايحين نتفاوض بكره باسم حد، ولا اصلا احنا رايحين نتفاوض. خلي بالك في فرق بين انك تتفاوض تتحاور. احنا رايحين نقدم حلول. انا راح اقدم الحل اللي انا بقول لك عليه دلوقتي، هطرحه على السيد عمر السيد اذا قبله. اذا انا بسالك، انا عايز اكمل معاك. شوف يا سيد الفاضل، سوف تسقط حجج كثيره، بس المشكله هنا في التمسك بالطلبات العاليه، السقف العالي في الطلبات. سببه الحقيقي الشك في مصداقيه الحكومه او الدوله في الاستجابه لطلباتك. نعم. وعندهم احساس منطقي جدا في انه من السهل جدا القفز على اي وعود وتجاوزها بلفه مظاهرات بشويه جمال وحصنها زي اللي حصلت يوم الاربع، وترجع ريما لعادتها القديمه وتنتهي المساله. هو ده الخوف. انما لما يشوفوا اليات، يعني تحول الوعد الى اليه، والاليه بدات في التنفيذ، خلصت المساله. انا بقول لك من غير ما اتكلم باسم حد،
انا مش ما اقصدش ده ولا احنا نقول لهم عطلوا اللي انتم عايزينه، لا خليكم زي ما انتم ومتمسكين بمواقعكم ومتمسكين، لكن في النهايه ما فيش حد في الدنيا ممكن يشوف ده محل عملي بيحقق 99% او 90% من طلباته او 80% من طلباته ويفضل متشبث، مش هتشبث من غير ما انا بقول لك الكلام ده وانا بالتحليل المنطقي للامور، لكن احنا ببكره مش رايحين نتفاوض عن حد خالص ولا نمثل تحاوروا، احنا رايحين نتحاور لانه الحوار من حقي كحزب ومن حقي كمواطن مع كل الموجودين حتى لو كنت مختلف معاهم سياسيا من الالف الى الياء. طيب. ومن حقي عليهم ومن حقهم عليا ان يسمعوا لي واسمع اليهم. وبعدين اللي مش عاجبنا هنطلع نقوله. خيري. خليني اقول هم يقبلوا اللي هم عايزينه. انه اللي قاله الاستاذ سامح فيما يتعلق بازمه الثقه اللي هي بتقول انه كل الوعود وكل كذا في مشكله فيه، في مشكله بشانها. نعم. وده حقيقي وعلينا نعترف بيه، الازمه دي ما بين الدوله والاحزاب السياسيه وما بينها وما بين الناس اللي في الشارع. الناس عايزه بالاضافه لما قدم بالفعل اللي هي سنحدث كذا تعديلا في الماده 76 و77 محتاجه اشياء تبدا حالا. وانا اتصور انه 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 السيد عمر سليمان عليه انه يفكر في هذا، انه انت محتاج ايه؟ انت محتاج انه اضمن لي انه لما تحصل انتهاء حاله التعبئه الراهنه دي انه مش هتحصل عوده ريما لعادتها القديمه باختصار. الوعود مش كافيه، لكن في اجراءات محدده من نوع مثلا انك واحد وقف العمل بقانون الطوارئ نهائيا، العوده لحاله القوانين الطبيعيه، اطرح اتيح للحريات للناس. وانا اتصور خليني اقول انه الدوله لا تستطيع ان تطبق القوانين العاديه لا معنى لقانون الطوارئ، يعني الامر في الفتره الراهنه منتهي يعني. لا بس أكمل. انت مش ملاحظ ان احنا دلوقتي بقى لنا اسبوع و10 ايام مفيش امن على الكنائس، ومفيش امن على المصالح، مفيش حاجه بتحصل، ومفيش حاجه حصلت طبعا. اذا القضيه وهميه، اذا انت مستهزئ، احنا قانون الطوارئ ده لا تاخدها بمعنى تاني. اكمل يا خير. انا عايز اخدها لك بمعنى تاني، يعني قول. معنى كده انك مستهدف، معنى كده الناس بتلعب جواك، ومعنى كده ان الناس لا ما؟ مش طبعا مستهدفين طبعا، معناها انهم موجودين، واه طبعا معناها انك في خطر كبلد وكامن وكاستقرار، وده يستدعي تقديم بعض التنازلات. الرساله الاكبر انه قانون الطوارئ ما بيحميش حد. لا انا ما بتكلمش عن قانون الطوارئ خالص، لا انا بقول خالص، انا بستاذنكم، انا حاسس ان الجماعه اللي معايا في الكنترول روم لا انتوا منبهرين بالكلام وقاعدين، لا انتوا مهددين وحد خطفكم، منقطعين عني تماما. خليني افرق، مش سامع صوتهم، مش فاهم انتوا عايزين اخد نفسي، انتوا عايزين تعرفوا احنا رايحين لفين. هو بيقول لي احنا مندمجين جدا، عايزين نعرف احنا رايحين لفين. الفكره ما اكتملتش، فكره ازاي تقدم للناس ضمانات انه ريما مش هترجع لعادتها القديمه. الطوارئ انا اتصور انه مطلب مهم، وانا مش هقابل السيد عمر سليمان اللي هو هيقابلوه، اتمنى ان هم يطرحوا عليه ده. واتمنى وعلينا انه نرجع الحياه الطبيعيه لمصر، ودي المهمه الرئيسيه للسيد رئيس الوزراء الان، حتى لو فضلوا الناس في التحرير نسيبهم في التحرير ونثبتهم كل يوم بالظبط، هذه البقيه ان احنا قادرين بنعمل حاجه. ميدان التحرير مساحه محرره، دي مساحه محميه علشان الناس تفضل فيها موجوده وتعود في اللحظه اللي تحس ان فيها امن، هم حاميين نفسهم ومحدش يقدر يقربوا، انه لازم قدره الناس على التعبير وعلى التجمع مش ياتوا من كل حد وصوب، انما في قلب القاهره تظل موجوده على الا يعطل هذا حياه ال 88% اللي قالوا في هذا الاستفتاء ان هم عايزين يستعيدوا الحياه الطبيعيه، زائد عايزين اصلاح كبير في مصر. ده مش معناه ان هم عايزين يرجعوا للي فات، 88% دول مش عايزين يرجعوا للي فات، عايزين نظام لا جديد، لا 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 لا. لكن عايزين كمان يعملوا ده بسلاسه اكتر بحيث يستعيدوا حياتهم الطبيعيه. نستعيد حياتنا الطبيعيه، السيد احمد شفيق ملوش دعوه بمصر بعد 5 سنين، هو له دعوه بمصر في الست سبع شهور، هو قال 6 شهور، استعيد حياتنا بعد 6 شهور. خلينا نخرج ونلف حوالين ميدان التحرير، اللي عايز يفضل قاعد هناك يفضل قاعد، ويفضل مساحه لنا كلنا. خلينا نخرج دكتور حسام. يا دكتور يعني معنى كلام حضرتك انك بتعمل طرح سادس، انك انت بتقول خليكوا انتوا قلقانين يا شباب ومش واثقين، اقعدوا وخرجوا وتعالوا، خليكوا استمروا الى ان تتم بعض الاجراءات التي تطمئنكم على ان الموضوع بيسير في طريق ما. اللي يقتنع بنسبه واللي يقتنع اكثر. انا فاهم هذا الكلام، هذا حضرتك فاهم بالظبط اللي انا اقصده. هو الاضافه هنا ايه؟ ان انا لا يجب ان نكتفي فقط بالحديث عن
حلول دستوريه وقانونيه. في حاجات علينا في حلول في وضع يتعلق بعلاقات القوة. علاقات القوة اتغيرت من يوم 25 للنهارده. انك تحرم هؤلاء الشباب وهذا الشعب من القوة التي اكتسبها علشان كشرط للتقدم للامام، ده مش هيبقى هيخلق وضع مش مظبوط. فحافظ على علاقات القوة الجديدة، اطرح تصورات دستورية وسياسية للتقدم الامن للامام. انا اعتقد ده السكة اللي طيب احنا متفقين، احنا عملنا فرشة. انا بس عايز احنا لسه ما اتكلمناش. لا هضيف حاجة بسيطة قوي. احنا مسهرين مش هننام وكل ضيوفي قايلين احنا مع البلد للصبح. دكتور جمال، فعلا لابد من خطوات لاستعادة ثقة المواطن. في عدم ثقة، في عدم ثقة. لا ما انا قبل الخطة يا دكتور سيد انا عايز اتأجل ده دقيقة بس. لا ده انا هقول حاجة بس. ايقاف العمل السيناريوهات بالظبط. ايقاف العمل بقانون الطارئ ده هام جدا. ما انا مش عايز حضرتك تفهمهم لي دلوقتي، هطلبهم منك تاني. انا هستأذن في الخروج دقائق. خروج امن. خروج امن. هستأذن ضيفي العزيزين السيد المحترم الاستاذ سامع عاشور والدكتور جمال عبد الجواد. معانا شابين بره من ميدان التحرير، اصحاب الفكره، عشان يبقوا يشاركونا. هيحضروا مع الدكتور حسام والدكتور سيد البدوي، هنتناقش ونسمع دماغهم ونفهم، ثم نعود مره اخرى لنطرح السيناريو الذي يجب وهو الافضل. معانا قيادات من كل الاتجاهات، ومعانا باحث سياسي مهم، ومعانا تليفونات وشخصيات هتدخل علينا. نكمل رؤيه كامله، فنبقى احنا الاربعه اللي قاعدين في الكنترول روم فوق، زملائي الاعزاء قاعدين مشدودين ليكم، لان كلنا تايهين، كلنا ما احناش عارفين حل، كلنا قاعدين نجيبها من سيناريو الانقلاب لسيناريو العوده الى الخلف، لسيناريو النهضه ومصر الجديده الجميله اللي فيها شباب ما احناش شايفينهم في السيناريو، غير خلصوا من التحرير وروحوا وسيبوا لنا البلد تاني. نلتقي بعد الفصل.